بسم الله الرحمن الرحيم. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، مع حوض الألقاب والمناصب المحترمون، قادة النصر وحملة لواءه المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من تاريخ العراق الزاخر، يشرفنا اللقاء بكم في عاصمة النصر والصمود بغداد الحبيبة، لنحتفي بنصر بلدنا المؤزر على عصابات الإرهاب والتكفير الأعمى، في ملحمة أقل ما يقال عنها بأنها إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً للتداعيات والظروف الصعبة التي شهدها بلدنا بعد العاشر من حزيران من العام 2014. ذلك اليوم الذي دنس فيه شذاذ الآفاق أرض الرافدين، ظناً منهم بأنهم سيجدون موطئ قدم دائماً لهم على تراب وطننا، وساء ما كانوا يعملون. فإن برى لهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في إيثار أثبت للعالم بأسره أن العراقيين قادرون على صنع المعجزات في أحلك الظروف وأشدها قساوة. الحضور الكريم، راهن الكثيرون على أن العراق انهار، على أن العراق انهار وأصبح على حافة الهاوية، وأن مسألة التصدي للتنظيم الإرهابي في تلك الفترة مهمة مستحيلة. لكن أبناء الرافدين كما يشهد تاريخهم محبون للحياة والسلام، وقادرون على قلب الطاولة على كل من تسول له نفسه العبث بأمنهم واستقرارهم. في ظل تلك التحديات انطلقت من أرض أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فتوى الجهاد الكفائي لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف، والتي قلبت الموازين وأذنت بمرحلة جديدة من النضال والإيثار. فهب رجال وشيوخ وشباب ونساء العراق في صورة يصعب تفسيرها، حاملين أكفانهم بأيديهم، مقبلين غير مدبرين على دحر الباطل وأعوانه. وكانت الصورة الأبهى هي التلاحم بين الشعب وقواته العسكرية والأمنية في ميدان واحد، إيمانا منهم بأنهم أبناء بلد واحد يخضعون لمصير واحد، ولا بد للعراق أن ينتصر في حربه العادلة. كلنا نستذكر تلك الأيام التي واصلنا بها العمل ليلا ونهارا من دون كلل أو ملل، وكنا شهود حق على قصص وبطولات قل نظيرها في التاريخ المعاصر لأبناء العراق الذين نذروا أرواحهم رخيصة في سبيل أمن بلدهم. فكانت صفحات مشرقة سيظل التاريخ البشري يتحدث عنها لسنين طوال، في موقع صدق على قدرة العراقيين والعراق والعراقيين على النهوض من تحت الركام. فقدنا أحبة ورفاق سلاح، وسالت دماء طاهرة روت أرض العراق، وتحمل شعبنا أعباء كبيرة من جراء ظلم العصابات التكفيرية التي لا تعرف للإنسانية معنى ولا تقيم وزنا لكل الاعتبارات، إلا أن تلك التضحيات ظلت رخيصة أمام عظمة العراق وشعبه. وعلى مدى 3 سنوات قاتل العراق دويلة الخرافة وقوى الظلام نيابة عن العالم بأسره، بشعبه وأطيافه وألوانه وقواته المسلحة والأمنية بخندق واحد، وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام، وتكلل جهده في يوم العاشر من كانون الأول من العام 2017، حيث أعلننا بشارة النصر المؤزر من أرض الموصل الحدباء التي أبت إلا أن تكون مقبرة لأشلاء الدواعش ومن ظن أنه قادر على تفريق العراق وإضعافه والإساءة إلى ماضيه وحاضره ومستقبله. كان شعبنا وقواتنا الأمنية والعسكرية على دراية تامة بأن النصر على داعش الإرهابي حلقة مهمة من حلقات مقاتلة الإرهاب،
واستئصال جذوره من أرض العراق، إذ ما زلنا نقاتل أذناب الإرهاب وحواضنه وفلوله المنهزمة، وكل يوم نحن في نصر جديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق وسلمه الأهلي. أخوان الأخوة الحاضرين، أسست نهاية الحرب على الإرهاب مرحلة جديدة من النهوض والتطور والإعمار والبناء، ولعل حكومة الخدمة الوطنية التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد الشاع السوداني المحترم هي من أحدى ثمار النصر على الإرهاب، حيث وجهت هذه الحكومة بوصلة إنجازها على أرض الواقع لتنفذ مشاريع تنموية كبيرة تخدم العراق وشعبه من غير إخفال لدورها في تطوير المؤسسة الأمنية والعسكرية، لأنها درع الوطن الحصين ويدها الضاربة بالحق لكل معتد غاشم. الحضور الكريم، سيظل العاشر من كانون الأول من كل عام يوم فخر وعز للعراقيين جميعاً، ومن حق أبناء شعبنا وقواته الأمنية والعسكرية الفخر بما أنجزوه من نصر كبير. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لشهدائنا الأبرار في مختلف مسميات قواتنا العسكرية والأمنية، ومن أطياف وألوان شعبنا من أقصى شمال الوطن إلى أقصى جنوبه، لأنهم صناع النصر الأوائل، ولا نستطيع أن نوفيهم حقهم مهما عملنا وقدمنا لهم. وتحية عز، وتحية عز، وتحية عز لجرحانا الذين قدموا أنفسهم في سبيل تحرير تربة العراق، ونتمنى لهم الشفاء العاجل. تحية لكل عراقي وعراقية غيارة هبوا ولبوا نداء الوطن فشكلوا بصدورهم العارية إلا من الإيمان بالله عز وجل درعاً حصيناً للعراق وأهله. وشكري موصول للجهد المبذول من دول العالم الشقيقة والصديقة ولكل من وقف مع العراق في حربه العادلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.